شمس يوم جديد تشرق على المهرة، البوابة الشرقية لليمن. ومع كل صباح تتضح الصورة أكثر لتظهر فداحة ما سببه الإعصار لبان بحق هذه المحافظة، محولا إياها لمحافظة منكوبة. كورنيش شاطئ محيفيف بمدينة الغيضة كان وإلى ما قبل كارثة لبان مقصدا للزوار والعائلات، كونه المتنفس الوحيد للمدينة. أما اليوم فقد أدى الإعصار إلى تغير ملامحه، محولا إياه إلى أكبر تجمع لمخلفات السيول الجارفة. الكورنيش كان منتزه ومكان للترفيه وللسياحة للأبناء المحافظة وللعوائل وللزوار بعد إعصار لبان، وما خلفته هذه الأعاصير من نتائج وما جرفته السيول، مما جعل الساحل غير مهيئ لا نفسيا ولا الجو صافي حتى أن الواحد يأخذ حريته كما كان. وليست القضية فقط فيما بات عليه الشاطئ، بل أيضا في كونه بات واحدا من أخطر المناطق وأكثرها تلوثا. فالمئات إن لم تكن الآلاف من الحيوانات النافقة التي جرفتها مياه السيول الأخيرة لا تزال تطفو على الساحل، وأخرى قابعة تحت هذا الركام الكبير منذرة بكارثة بيئية وصحية هي الأخطر على حياة السكان المحليين. كثير من الحيوانات، وقد تكون هنالك بعض الجثث من الأشخاص المفقودين في هذا المكان، وهذا صراحة يؤثر تأثير كبير على البيئة في محافظة المهرة. انتشار هذا التلوث البيئي وامتداده لعشرات الكيلومترات على طول ساحل المحافظة لا يهدد فقط بانتشار الأمراض والأوبئة المعدية الناتجة عن تحلل جيف تلك الحيوانات النافقة، بل ويهدد سلامة البيئة البحرية للمنطقة. طبعا هذه هي الحيوانات تعد في حد ذاتها كارثة بيئية، للأسف الشديد حتلحق الضرر بيئتنا البحرية من خلال ما تحوي هذه الحيوانات من جراثيم وانتشارها في مياه البحر. حيكون هناك طبعا التأثير على المسطح المائي وخصوصا على المياه القريبة من الساحل. إذن هو فصل جديد من فصول الكارثة التي ألمت بمحافظة المهرة، ليزداد الأمر سوءا مع فشل بعض المحاولات لتصفية الشاطئ وإزالة هذا التلوث، وإعلان الحكومة والسلطات المحلية عجزها عن التعامل مع هذه المخلفات وأضرارها وحاجتها الملحة لمساعدة خبرات خارجية للتعامل معها. محمد اليزيدي، لقناة بلقيس، مدينة الغيضة، محافظة المهرة.